الحياة هتوقف عند مصطلح الزلزال. أسأل دكتور طارق، إزاي بترصد التغيرات اللي حصلت بعد 30 يونيو إن كان في مصر أو على مستوى المنطقة؟ لأنه دايما نقول ما قبل 30 يونيو ليس كما بعدها. هو بالتأكيد طبعا هو حدث مفصلي، يعني هو حدث مفصلي جزء منه مرتبط بالتغيير الكبير اللي تم في مصر، وكان ليه بطبيعة الحال ارتداداته أو انعكاساته على الإقليم، للمناطق أو النطاقات الاستراتيجية للدولة المصرية وأيضا إفريقيا ومناطق النفوذ للحركة المصرية. بعد 30 يونيو كانت الأمور بتمضي في أجواء مختلفة، جزء منها كان حالة الجدال حول ما دار في مصر. كان السؤال الكبير، هل هذه الثورة أو التغيير الكبير اللي طرأ في مصر وقتها هيحدث نوع من التغيير الجذري أو المفصلي أو الهيكلي في بنية النظام الإقليم العربي أو في محيطه، أم إنه حدث هيقتصر على الدولة المصرية؟ الدولة المصرية جدا في عملية الترويج أو التأكيد على ما دار على أنه ثورة حقيقية. صحيح نحن دخلنا في مرحلة كان فيها نوع من عدم إدراك لما جرى في مصر، وده أمر طبيعي بالمناسبة، يعني حتى تعليق مثلا عضوية في الاتحاد الإفريقي، وأنت تعلم أن احنا كنا من أنشأنا المنظمة وما إلى ذلك، ثم لجنة الحكماء وغيرهم. لكن تحرك الدولة المصرية ومؤسستها وأجهزتها كان بيتم بمهارة على مسارات متعددة. الاتجاه شرقا، اتجهت الدولة المصرية إلى ما عرف بدبلوماسية الشرق، أو الاتجاه شرقا إلى دول ليس لدينا معها عداء تاريخي، اللي هي الدول الآسيوية، الصين، الهند، اليابان، وكانت زيارات المباشرة للسيد الرئيس، ثم الانفتاح على بعض الدول. مدخلنا لأوروبا كان من قبرص، البعض كان بيستغرب من وضع قبرص، حتى رسمنا حدودنا وقتها معاها وبدأنا التحرك. فالعالم تيقن في حال بعودة العلاقة مع مصر أنها أن مصر دولة مهمة، دولة محورية، دولة رئيسية، وأن ما جرى ثورة حقيقية تعيد الأمور وتعيد الحكم للمصريين. بعد ما جرى في العام الذي حكمت فيه هذه الجماعة المحدودة الأفق، لدي لم يكن هناك رؤية ولم يكن هناك مقاربة، اتبنت على السياسات المصرية. مصر نجحت بمهارة في الجيزة بالمناسبة في تأكيد مكانتها في الإقليم، يعني ليست استرد مكانتها. البعض كان يقول نحن حصل فترة انقطاع، لم يحدث انقطاع، بالعكس كانت العلاقات مع الدول، ويمكن كانت العلاقات مع بعض الدول العربية كانت مهمة، وبطبيعة الحال دول الخليج، السعودية، الإمارات، الأردن، هذه الدول وغيرها طبعا في الإقليم كانت لديهم رؤية أن ما جرى في مصر ثورة حقيقية معبرة عن توجه الشعب المصري بالتأكيد.